بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات التعليمية الخاصة بمادة علوم حياة الأرض. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بإعطاء ملخص شامل حول درس المناعة، والذي هو عبارة عن درس من دروس السنة الثالثة إعدادي، ويمكن لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا الاستفادة من هذا الفيديو. بالنسبة لفيديو هذه الحلقة، سنتتبع خلاله المحاور التالية: تعريف مناعة، ما هي المناعة الطبيعية وما هي المناعة المكتسبة، وما هو المقصود بالتعاون الخلوي أو بين الخلايا المناعتية، وأخيرا طرق تدعيم الاستجابة المناعتية. وفي نهاية الفيديو سنرى بعض التمارين المهمة والداعمة في هذا الدرس. بداية، عندما درسنا الجراثيم فإننا قلنا أنها تعيش في جميع الأوساط، أي أن الإنسان مهدد باستمرار بمخاطر الجراثيم الممرضة. لكن عندما نقوم بدراسة إحصائية لمعرفة عدد أو النسبة المئوية لأعداد المصابين مقارنة مع أعداد الأصحاء، فإننا نجد أن أعداد المصابين أقل بكثير جدا من أعداد الأصحاء. فما هو السر وراء ذلك؟ السر وراء هذا الاختلاف يكمن في كون أن الله عز وجل زود الإنسان بنظام حماية وبنظام دفاع عالي الدقة. هذا النظام هو يتجلى في الجهاز المناعتي الذي يوفر لجسم الإنسان مناعة ضد المخاطر المحتقة به. وعندما نتحدث عن الجهاز المناعتي فيجب أن نفرق بين الجهاز المناعتي وبين المناعة. فالجهاز المناعتي هو الذي يوفر لجسمنا المناعة. الجهاز المناعتي هو مجموعة من الأعضاء، كما تعلمون فإن الكائن الحي يتكون من عدة أجهزة، كالجهاز الدوراني والجهاز العصبي والجهاز العضلي والجهاز المناعتي. وهذا الجهاز المناعتي هو جهاز من هذه الأجهزة، وكل جهاز يتكون من عدة أعضاء، وكل عضو يتكون من عدة أنسجة، وكل نسيج يتكون من العديد من الخلايا. إذا الخلية هي الوحدة التركيبية والوظيفية للكائن الحي. إذا عندما نتحدث عن الجهاز المناعتي فهو عبارة عن مجموعة من الأعضاء ومجموعة من الخلايا تقوم بمجموعة من الوظائف داخل الجسم، والتي الهدف منها والغرض منها حماية جسم الإنسان. عندما نتحدث عن المناعة فإننا نتحدث عن الآليات التي تحمي جسم الإنسان ضد المخاطر. إذا ما هي المناعة وما هي خطوط الدفاع التي يتوفر عليها جسم الإنسان لمواجهة الخطر المحدق به دوما؟ المناعة باختصار هي مجموع الآليات التي يتوفر عليها الجسم والتي تحميه من كل ما يهدد سلامته، سواء كان خارجيا أو داخليا. خارجيا مثل الجراثيم، داخليا مثل الخلايا السرطانية. للإشارة فقط، فإن الخلايا السرطانية هي في الأصل عبارة عن خلايا عادية، لكنها فقدت سيطرتها وتحكمها في عدد الانقسامات التي تقوم بها. بالنسبة للمخاطر الخارجية التي تتجلى في الجراثيم، فإننا نطلق عليها اسم العناصر الأجنبية أو الدخيلة أو الغير الذاتية، أي أنها لا تنتمي إلى ذاتنا، لذلك أطلقنا عليها اسم عناصر غير ذاتية. سأقوم بمزاوجة اللغة العربية مع الدارجة لتسهيل الشرح. بالنسبة للخلايا السرطانية كما قلنا سابقا، فإنها تنتمي لجسمنا لكنها تغيرت بفعل عدة عوامل فأصبحت خلايا سرطانية. نطلق عليها عناصر ذاتية مغيرة، أي أنها كانت تنتمي في الأصل إلى ذواتنا لكنها تغيرت بفعل عدة عوامل. هذه المناعة تنقسم إلى قسمين: مناعة طبيعية. هذه المناعة الطبيعية تتجلى في الحواجز الطبيعية التي يتوفر على جسم الإنسان، كالجلد والأغشية المخاطية والدموع والعرق، والاستجابة الالتهابية. سنرى ما هي الاستجابة الالتهابية. القسم الثاني من أقسام المناعة هو المناعة المكتسبة بنوعيها: المناعة ذات وسيط خلطي والمناعة ذات وسيط خلوي. غادي نعرفوا من بعد شنو هي المناعة ذات وسيط خلوي وذات وسيط خلطي. بداية، دعونا نتعرف على المناعة الطبيعية. عند ولادة الإنسان فإنه يتوفر على مناعة طبيعية. هذه المناعة الطبيعية كتمكنه بداية قبل التلقيح إلى آخره
من حمايته ضد الجراثيم المحدقة به. فكما قلنا سابقا، المناعة الطبيعية كتميز بوجود ركيزتين أساسيتين اللي هما الحواجز الطبيعية والاستجابة الالتهابية. عندما نتحدث عن الحواجز الطبيعية فهي كالتالي: أولا حواجز فيزيائية بحالاش بحال الجلد والأغشية المخاطية للمسالك التنفسية والهضمية والتناسلية، يعني الجلد والأغشية المخاطية اللي كتكون في هذه المسالك التنفسية والهضمية إلى آخره، هاد العناصر هذه تشكل حواجز فيزيائية كتمنع الجراثيم من الدخول. الحاجز الثاني اللي كينتمي للحواجز الطبيعية اللي كيتوفر على الجسم ديالنا هي الحواجز الكيميائية بحال الدموع والعرق والعصارة المعدية واللعاب إلى آخره. فهذه كلها كتعتبر حواجز كيميائية لأن عندها طبيعة كيميائية. الحاجز الأخير هي حواجز إيكولوجية. مثلا في جسم الإنسان في الأنبوب الهضمي كاينين مجموعة من البكتيريات النافعة اللي كتساعدنا على الهضم إلى آخره، واللي كتمنع تواجد البكتيريا الضارة. أحيانا هذه الحواجز الطبيعية اللي دوينا عليها، الحواجز الفيزيائية والإيكولوجية والكيميائية، يتم اختراقها مثلا بحال في حالة الإصابة بجرح. فمن كيطرى الجرح مثلا، فإن كما قلنا أن الجراثيم كاينة في جميع الأوساط، فكيدخلوا هاد الجراثيم عن طريق الجرح. فاش كيدخلوا عن طريق الجرح كيجي تصدى لهم الحاجز الدفاعي الثاني اللي هو الاستجابة الالتهابية. فشنا هي لا ريبونس انفلاماتوار ولا الاستجابة الالتهابية؟ الاستجابة الالتهابية باختصار هي عبارة عن ردة فعل محلية، يعني في محل أو موضع الجرح، على إثر دخول واحد الجرثوم معين إلى الجسم. فهاد الاستجابة الالتهابية عبارة عن منبه أو إنذار للجهاز المناعي باش يتصدى لهذا العنصر الأجنبي بحال واحد لالارم. وهاد الاستجابة الالتهابية كتميز مجموعة من الأعراض وهي كالتالي: أول حاجة كنلاحظوا على مستوى الجرح كيولي أحمر، الإحمرار. علاش كيكون هذا الإحمرار؟ لأن الشعيرات الدموية اللي كيزودوا الخلايا تما بالغذاء والأكسجين تمددوا. الأعراض كما قلنا كاين أربعة ديال الأعراض. أول حاجة هو الإحمرار، ثاني حاجة هو الانتفاخ. الانتفاخ ناتج عن ماذا؟ عن خروج البلازما إلى موقع الجرح باش يتمكنوا الخلايا ديال الجهاز المناعي، الخلايا البيضاء، يخرجوا من الدم إلى موقع الجرح. العنصر الثالث هو الإحساس بالألم. هذا الإحساس بالألم ناتج عن تهيج النهايات العصبية بفعل المواد اللي كتفرزها البكتيريا مثلا بحال السمين. والحاجة الأخيرة هي ارتفاع درجة الحرارة بسبب تمدد الشعيرات الدموية. إذا الاستجابة الالتهابية إمتى كترى؟ كترى بعد دخول العنصر الأجنبي أو العنصر الغير الذاتي إلى جسم الإنسان عن طريق الجرح مثلا. فاش كيتم اختراق هذه الحواجز الطبيعية كترى استجابة مناعتية كتميز مجموعة من الأعراض، هما هادو: الإحمرار، الانتفاخ، الإحساس بالآلام، وارتفاع درجات الحرارة. أشنو الهدف من الاستجابة الالتهابية؟ الهدف من الاستجابة الالتهابية هو جعل خلايا الجهاز المناعي كيتجهوا لموقع الالتهاب باش يقضيوا على العنصر الدخيل أو العنصر الأجنبي أو العنصر الغير الذاتي بفعل نوع خاص من الخلايا يسمى الخلايا البلعامية، ليفاغوسيت أو البلعاميات. كما كتلاحظوا معايا في هذه الصورة، فهذه الصورة هذه أو هذا الشكل هذا يلخص المراحل اللي تكلمنا عليها سابقا. كيطرى جرح هي المرحلة الأولى، فكيطرى تلوث بالجراثيم. المرحلة الثالثة تمدد الشعيرات الدموية باش يسمح بخروج الكريات البيضاء إلى موقع الجرح. ثم هذه الكريات البيضاء اللي كتمر من الدم إلى موقع الجرح أو موقع تواجد الجرثوم كتمر عن طريق واحد الظاهرة كتسمى ديابوديز، اللي هي شنايا الانسلال، كتنسل عبر الخلايا ديال الجدار ديال الشعيرات الدموية كتوصل لموقع الجرثوم. ثم كتقوم ببلع هذا الجرثوم بفضل هذه الخلايا البلعاميه اللي كدير البلعامه، كتبلع هذا الجرثوم. اذا كما قلنا
هاد الخلايا كاينين في الدورة الدموية، ملي كيطرا جرح كيطرا تمدد الشعيرات الدموية، وكيمشيو هاد الخلايا كينتقلوا من الدم الى موقع الجرح، وكتسمى هاد الظاهرة بالانسلال. كينسلوا الخلايا المناعاتية عبر الخلايا ديال الشعيرات، جدار الشعيرات الدموية. فاش كيوصلوا هاد الجراثيم الموقع لجرثوم كيبلعوه، كيديروا ليه البلعمة. فهاد البلعمة هادي كتتم عبر مراحل تالية. المرحلة الأولى أول حاجة هذه الخلية البلعامية اللي عندنا كما تشوف في الصورة. هذه الخلية البلعامية كتميز بوجود أرجل كاذبة، كما قلنا سابقا في الدرس ديال الجراثيم، الأرجل الكاذبة هي عبارة عن امتدادات سيتوبلازمية. فهاد الأرجل الكاذبة أول حاجة كترى، أول مرحلة تثبيت الجرثوم وإحاطته بالأرجل الكاذبة كما كتشوفوا في هذه الصورة هذه. ثم بعد ذلك ابتلاع الجرثوم وهضمه داخل فجوة سيتوبلازمية بفعل أنزيمات هاضمة، وأخيرا طرح الحطام. فهذه هما مراحل ديال ظاهرة البلعمة اللي كتقوم بها البلعاميات. المناعة الطبيعية اللي دوينا عليها سابقا كتميز بمجموعة من الميزة الأولى هي أنها فطرية. ما معنى فطرية؟ أنها كنتوفر عليها منذ الولادة ديال الإنسان، وحنا كنتوفر على هاد المناعة الطبيعية. الحاجة الثانية أنها فورية، إن فوا كيدخل الجرثوم كتصدى ليه، دونك فورية سريعة. الحاجة الثالثة أنها غير نوعية. اش كنقصدوا بأنها غير نوعية؟ أن كيما كان نوع الجرثوم فكتصدى ليه، سواء بكتيريا ولا فيروس إلى آخره. فهاد المناعة الطبيعية عندها ثلاثة ديال الخصائص. الخاصية الأولى فطرية، فورية، غير نوعية. للإشارة فقط كما كتشوف المصطلحات، مولد مضاد هو كل عنصر خارجي مثل الجراثيم أو داخلي مثل الخلايا السرطانية. عشان المولد المضاد هو كل عنصر يؤدي إلى حدوث استجابة مناعية. باختصار، في بعض الأحيان هذه العملية ديال البلعمة لا تتم، يعني لا تكون فعالة. في بعض الأحيان لا تنجح عملية هضم الجرثوم داخل الفجوة السيتوبلازمية، وبالتالي مثلا في حالة مثلا توفر البكتيريا على عليبة فإنها كتقاوم هذه الأنزيمات الهاضمة، فكتكاثر هذه البكتيريا وكتنفجر البلعامية وكينتشر الجرثوم في مناطق أخرى من الجسم. ملي كينتشر الجرثوم في مناطق أخرى من الجسم خصو يتدخل الحاجز الدفاعي الأخير أو الثالث اللي هو متمثل في المناعة المكتسبة. كما قلنا سابقا المناعة المكتسبة فيها مناعة ذات وسيط خلطي ومناعة ذات وسيط خلوي. باش نفهموا هاد النوعين ديال المناعة المكتسبة غنقوموا مجموعة من التجارب. أول حاجة خلينا نعرفوا شنو هي المناعة الخلطية. باش نعرفوا شنو هي المناعة الخلطية قاموا العلماء مجموعة تجارب. هذه التجربة تتمثل في ما يلي. أول حاجة خدينا فأر أ حقناه بسمين كزاز وهين للإشارة، فإن سمين كزاز وهين هو سمين غير قاتل. كنديروه في الأصل هاد سمين الوهين أو عصاية كوخ مثلا وهينة كنديروه علاش؟ باش ندخلوه للجسم، هو غير ممرض، باش كتعرف عليه الخلايا ديال الجسم ديالنا وكتولي كتشكل واحد المناعة ضده في حالة دخول الجرثوم الأصلي. فسمي كزاز وهين لا يؤدي إلى موت الفأر، كنحقنوه بالفأر أه. بعد 15 يوم كيولي الفأر ممنع. ما معنى فأر ممنع؟ يعني عنده مناعة ضد الكزاز. هاد الفأر أه خدينا من عنده لمفاويات كما كتشوفوا هنا، خدينا من عنده لمفاويات يعني خلايا لمفاوية، خدينا من عنده خلايا لمفاوية من الفأر أ اللي هو ممنع ضد الكزاز. وحقنا هذا الفأر بي اللي حقناه بسمي الكزاز وحقناه بلمفاويات مأخوذة من الفأر أ، فكانت النتيجة موت الفأر. بمعنى أن هذه اللمفاويات اللي خديناهم من عند الفأر أ ما كتحميش هذا الفأر بي ضد الكزاز. متفقين؟ مزيان. الفأر أ عاوتاني خدينا من عنده هذه المرة المصل، خدينا من عنده المصل، وللإشارة في المصل كيحتوي على مضادات الأجسام. أشنو هي مضادات الأجسام؟ هي عبارة عن بروتينات كيفرزوها واحد الخلايا مناعتية كيتسموا بلزميات. هذا المصل خدينا من عند الفأر أ اللي ممنع ضد الكزاز،
وحقناه الفأر السي، وحقنا لهذا الفأر السي سمي الكزاز، فكانت النتيجة عدم موت الفأر، بقى سليم. إذا هذا المصل هذا اللي خديناه من الفأر أ حمى أو قام بحماية الفأر السي من خطر سمي الكزاز. إذا كنقولوا أن المصل قام بحماية هذا الفأر ضد هذا سمي الكزاز القاتل، وبالتالي نقول أن هذه المناعة هذه مناعة خلطية. علاش مناعة خلطية؟ لأنها تنقل عن طريق المصل الذي يحتوي على مضادات الأجسام. بالنسبة للمناعة الخلوية، باش نعرفوا كيف تتم المناعة الخلوية نقوم بالتجارب التالية. خدينا فأر أ عاوتاني، قمنا بحقنه ب بي سي جي. اشنو هي بي سي جي؟ هي عصاية كوخ وهنة غير ممرضة غير قاتلة. بعد 15 يوم ولا الفأر أ ممنع ضد عصاية كوخ. شدينا هذا الفأر أ، خدينا من عنده حقن، خدينا من عنده عفوا مصل مأخوذ من الفأر أ، وخدينا عصية كوخ بي كا، وحقناهم من هذا الفأر بي. فإذا كانت إذا بقى الفأر بي حي، فإن هذه المناعة هي ذات وسيط خلطي، يعني كت 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 كتكون عبر عن طريق المصل، ولا مات ما كتمش عن طريق المصل، فكانت النتيجة موت الفأر. إذا المناعة اللي كتكون ضد عصاية كوخ هي مناعة غير منقولة عن طريق المصل، وبالتالي فهي ماشي مناعة خلطية. خدينا فأر سي، حقناه بعصاية كوخ، وحقناه بلمفاويات خلايا لمفاوية مأخوذة من الفأر أ، فكانت النتيجة أن الفأر يبقى سليما. إذا المناعة هذه المرة نقلت عن طريق الخلايا ماشي عن طريق المصل. بما أنها نقلت عن طريق الخلايا، فإننا كنسميو هذا النوع ديال المناعة مناعة خلوية، مناعة ذات وسيط خلوي، يعني ما معنى ذات وسيط خلوي؟ عن طريق الخلايا. متفقين؟ إذا الاستجابة المناعاتية كتكون إما ذات وسيط خلطي ولا ذات وسيط خلوي. إذا كانت ذات وسيط خلطي كتكون عن طريق المصل اللي كيحتوي على مضادات الأجسام، ويتم تنشيط هذا المسلك غالبا إمتى كيكون هذا المسلك خلطي؟ إمتى كتجه المناعة ديالنا إلى مقاومة الجرثوم عن طريق المصل عن طريق مضادات الأجسام؟ في حالة سمين أو بكتيريا. وكاين استجابة ذات وسيط خلوي اللي كتتم عن طريق اللمفاويات تي سي القاتلة، لمفاويات تي سي القاتلة، ويتم تنشيط هذا المسلك في حالة خمج حموي، يعني خمج ناتج عن حمى أو فيروس، أو بكتيريا ضم خلوية. يعني ما معنى بكتيريا ضم خلوية؟ يعني كتكون داخل خلية أو خلايا سرطانية. ملي كيدخل المولد مضاد أو عنصر الدخيل ماذا يحدث؟ اللمفاوية بي كتعرف عليه، لأن اللمفاوية بي قادرة على التعرف على مولد مضاد. فاش كتعرف عليه؟ كتكاثر هاد اللمفاوية بي وكتفرق. ما معنى كتكاثر وتفرق؟ يعني كتكاثر، كتولي الأعداد كتنقسم كتكاثر، فكتكون لنا نوعين من اللمفاويات بي. لمفاوية بي فعالة اللي هما عبارة عن بلزميات كيفرزوا لنا مضادات الأجسام، ولمفاوية بي ذاكرة. علاش لمفاوية بي ذاكرة؟ باش إلا دخل عاوتاني هذاك مولد مضاد، نفس مولد مضاد، كتعقل عليه وكدير ضده استجابة مناعتية. إذا بعد تحسيسها بمولد مضاد معين تخضع لمفاوية بي للتكاثر والتفريق، فتشكل لمفاوية بي ذاكرة ولمفاوية بي فعالة أو بلزميات مفرزة لمضادات أجسام نوعية. علاش قلنا مضادات أجسام نوعية؟ حيتاش ضد نوع واحد من الجراثيم، مثلا ضد نوع ديال عصاية الكزاز أو عصاية كوخ. متفقين؟ إذا كما كتشاهدوا في هذه الصورة، التلخيص ديال لما قلناه، اللمفاوية بي كتكاثر كتفرق، شوية منها كيكون لمفاوية ذاكرة وشوية بلزميات. البلزميات كتفرز مضادات الأجسام اللي كيكون على هذا الشكل هذا كما كتشوف. إذا أول حاجة كتتعرف اللمفاوية بي كتعرف على مولد مضاد، هذا التعرف على مولد مضاد يرشطها ويحفزها على التكاثر، كتكاثر إلى لمفاوية بي ذاكرة، ولمفاوية بي فعالة أو البنزميات القادرة على إنتاج مضادات الأجسام.
بالنسبة للنفاوية التويت، اللنفاوية التويت هذه اللنفاويات بصفة عامة، اللنفاويات التي غير قادرة على التعرف على مولد مضاد، خص حتى تجي شي خلية أخرى بحال مثلا البلعاميات، تجيب البلعاميات مثلا عاد تعرف، عاد تقوم بعرض مولد مضاد بعد هضمه وتعطيه اللنفاويات التي باش تعرف عليه. ما تقدرش اللنفاويات التي بوحدها تعرف على مولد مضاد، كتعرف على مولد مضاد بمساعدة خلية عارضة. اشنا هي خلية عارضة؟ بحال البلعاميات مثلا، البلعامية كتهضم الجرثوم وكتعرضه في الغشاء السيتوبلازمي ديالها عن طريق مستقبلات، كتجي اللنفاويات التي التويت وكتعرف عليه. فاش كتعرف عليه حتى هي كتفرق الى لنفاويات التي ذاكرة باش تبقى عاقلة على مولد مضاد، ولنفاويات التي سي قاتلة، يعني قادرة على القضاء على الجرثوم. إذا كما قلنا يتم تحسيس كريات لنفاويات التويت، كتكاثر وتفرق إلى لنفاويات التويت. ما معنى تتفرق؟ يعني تتخصص، تتفرق إلى لنفاويات التويت ذاكرة ولنفاويات التويت قاتلة أو تسي، حيث تلتصق ملي كتولي كتكون عندنا لنفاويات التي قاتلة. هذه لنفاويات التي قاتلة كتمشي للخلية مثلا المعفنة أو السرطانية وكتعرف عليها وكتفرز مواد اللي كتحدد الثقوب في الغشاء السيتوبلازمي ديال هذه الخلية اللي معفنة أو سرطانية أو كتحتوي على حمى أو بكتيريا ضم خلوية وكتقتلها. ما هي خاصية المناعة المكتسبة؟ خاصية المناعة المكتسبة هي كتميز مجموعة من الخصائص، أربعة ديال الخصائص. الخاصية الأولى أنها نوعية، يعني أنها موجهة ضد نوع واحد، مثلا بحال عصاية الكزاز ولا عصاية كوخ إلى آخره، ماشي بحال المناعة الطبيعية اللي موجهة ضد جميع الجراثيم. كتوفر مكتسبة، يعني تكتسب عن طريق مثلا التلقيح ولا المصل أو التعرض لمولد مضاد. غير فورية لأنها كتتم بعد المناعة الطبيعية طبعا. وأخيرا تتوفر على ذاكرة كما شفنا سابقا. التعاون الخلوي شنو هو؟ اول حاجه قبل ما نتعرفوا على التعاون الخلوي، خصنا نعرفوا شنو هو مصدر ديال الخلايا المناعاتيه. الخلايا المناعاتيه يتم انتاج الكريات اللمفاويه، الخلايا جميع ديال الدم، الخلايا ديال الدم سواء الصفائح الدمويه ولا الكريات البيضاء ولا الكريات الحمراء، جميع هذه الخلايا هذه كتنتج انطلاقا من خليه واحده كما كتشوفوا في الصوره على مستوى النخاع العظمي، وفي الاخر كنحصلوا على كريات حمراء، صفائح دمويه، لمفاويات الى اخره. وكتسمى هذه العمليه بالايماتوبويز. بالنسبه لي كندوي على لمفاويات بي، فهاد لمفاويات بي تتكون وتنضج على مستوى النخاع العظمي، بينما تتكون لمفاويات تي في النخاع العظمي وتنضج على مستوى الغده السعتريه. بعد تكونها يعني الكريات اللمفاويه والبلعاميات كينتقلوا الى اعضاء الجهاز المناعي كالعقد اللمفاويه، اللوزتان، الطحال، صفائح بيير. بالنسبة للغدة السعتارية والنخاع العظمي كيتسماو الأعضاء اللمفاوية المركزية أو الرئيسية. وبالنسبة للغدة العقد اللمفاوية والطحال، صفائح بيير، لوزتان، كيتسماو الأعضاء اللمفاوية المحيطية أو الثانوية. قصد فهم آلية التعاون بين الخلايا المناعتية نقوم بتجارب تالية. تم إخضاع أربع مجموعات من الفئران للتشعيع للإشارة. التشعيع شنو هو؟ هو تقنية تستعمل لتدمير الخلايا سريعة التكاثر بحال الكريات البيضاء اللمفاويات. ملي كندوي على اللمفاويات راهي الكريات البيضاء. بينما لم تخضع مجموعة خمسة لأي شيء، بعد ذلك حقنت المجموعة جوج وثلاثة وأربعة بلمفاويات أخذت منها قبل التشعيع وبجرثوم، وتبين الوثيقة أسفلها النتائج المحصلة على هذا. تبقى معانا، عندنا في البداية فأر، درنا ليه التشعيع، فأر رقم واحد، ثم حقناه بالفأر، هذا الفأر حقناه بجرثوم فقط. الفأر الثاني تو درنا ليه تشعيع وحقناه بجرثوم وبلمفاويات بي. الفأر الثالث درنا ليه تشعيع، بما اننا درنا هذه المجموعات بثلاثة تشعيع، يعني مابقاوش عندنا اللمفاويات، لان التشعيع يقضي على اللمفاويات وكيقتل جميع الخلايا سريعة التكاثر، متفقين؟ فهذه المجموعات الثلاث
كل درنا لهم تشعيع ما بقاش عندهم لا فويات. الاولى عطيناها غير جورتوم، درنا فيها غير جورتوم، الثانيه درنا فيها الجورتوم ولا فويات بي، الثالثه درنا فيها الجورتوم ولا فويات دي، فكانت نتيجه عدم انتاج مضادات الاجسام اش كان الزنجو. ففي المره الاولى شيء طبيعي حيت ديجا حيدنا المجموعه الاولى، حيدنا لها اللمفاويات ديالها عن طريق التشعيع، وحقنا غير بالفأر، الفأر حقنا غير بجرتهم، دونك ما كاينش انتاج ديال مضادات الاجسام. الفأر رقم جوج درنا ليه التشعيع وحقناه باللمفاويات بي، دونك ما عندوش لمفاويات دي، عنده غير جرتهم واللمفاويات بي، ما كانش انتاج مضادات الاجسام. المجموعه الثالثه حقناها بجرتهم وبلا لمفاويات دي، دونك ما عندهاش لمفاويات بي حيت درنا لها التشعيع سابقا، وبثلاثه ما كانش انتاج مضادات الاجسام، وبالتالي نستنتج ان اللمفاويات بي وحدها لا تستطيع انتاج مضادات الاجسام. احنا عارفين ان البلزميات اللي هما اللمفاويات بي فعاله هما اللي كينتجوا مضادات الاجسام. في حاله وجود لمفاويات بي وحدها او لمفاويات تي وحدها لا يكون هناك انتاج مضادات الاجسام، وبالتالي فانها لا تستطيع انتاج مضادات الاجسام. المجموعه الرابعه قمنا بحقنها بجرثوم وقمنا بتشعيعها قبل ذلك، وقمنا بحقنها بلمفاويات تي وبي، فكانت نتيجة إنتاج مضادات الأجسام. إذا نستنتج أن إنتاج مضادات الأجسام يتطلب تواجد لمفاويات بي وتي، متفقين؟ إذا هناك تعاون خلوي، تعاون بين لمفاويات بي وتي، باش كيطرى إنتاج ديال مضادات الأجسام خصهم يتعاونوا لمفاويات بي وتي، وهذا هو التعاون الخلوي. بالنسبة للمجموعة الخامسة حقناها بجرثوم فقط وما درناش لها تشعيع، علاش؟ وطرات انتاج مضادات الاجسام حيت ما درناش لها تشعيع. هذه المجموعه هي مجموعه شاهده، الغرض منها والهدف من استعمالها هو مقارنتها مع نتائج المجموعات الاخرى. كما كتشوفوا في هذا الرسم البياني، اول حاجه كطرا بلعامه المولد المضاد بفضل البلعاميات، هذه البلعاميات كتعرض مولد مضاد وكتجي كتعرف عليه لافويس تي او المساعده، لافويس تي مساعده، كتنشط هذه لافويس تي، فاش كتنشط كيطرا اوميم طو التعرف على المولد المضاد من طرف لافويس تي، ويت كتفرز لافويس تي كاتر بعض المواد بحال انترلوكينات، كتاكتيفا كتنشط لافويس بي، فاش كتنشط لافويس بي كنمشيو اما عن طريق وسيط خلطي ولا وسيط خلوي، استجابه ذات مسلك خلطي او خلوي. طرق تدعيم الاستجابه المناعتيه بسرعه، كاين طريقتين، طرق علاجيه وطرق وقائيه. طرق وقائيه بحال التطهير، القضاء على الجرثوم اللي كيكون في الجرح باستعمال بعض المواد الكيميائيه كالكحول، البيتادين، الماء الاكسجيني الى اخره. تلقيح عن طريق حقن جرثوم ميت او سم وهيل لشخص من اجل تحفيز جسمه على انتاج مضادات الاجسام وتكوين مناعه ضد هذا العنصر الممرض. طرق علاجيه بحال مضادات حيويه كما قلنا سابقا البينيسيلين مثلا، والاستمصال. الاستمصال شنو هو؟ هو كنحقنوا المريض بالمصل اللي كيحتوي على كميات كبيره من مضادات الاجسام. بالنسبه للمقارنه بين التلقيح والاستمصال، الاستمصال كيتميز بكونه وسيله للعلاج، مفعول ديال مؤقت كينتهي بسرعه،